بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزول الزول فلون خفتي خواتي هذا الزول فلا كنت تسمعي نجم سلام ديال شان كنت اليانا قعدت اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه القلب اللوز. البنات هذا القلب اللوز ما نزيدش نبدلو ما نزيدش نحط قلب اللوز واحد اخر في لاشين، يعني صراحه القلب اللوز اللي قنعني والقلب اللوز اللي كنت نحوس عليه السرعه البنه، يعني ما عندي حتى حاجه نزيد نحوس فيها على قلب اللوز واحد اخر. راح نعتمدوا اذا حبيتوا فقط راني حطيته لكم في 25 على 25، اذا حبيتوا فقط 32 على 40 نعاودوه لكم فقط، انما ما نزيدش ندير قلب اللوز واحد اخر. تحيه هذا القلب اللوز. هنا بسم الله اول حاجه البنات قبل ما نبداو القلب اللوز لازم تفهموا حاجه باللي لازم هنا راني راح نعطيكم بالكيلة وراني نحطيكم بالميزان. اليوم درت لكم السنيوة، أول حاجة نبداو بها بسم الله، نبداو درنا سنيوة تاع 25 على 25. اللي حبت تجرب دايما جربوا في كمية قليلة، ما تجربوش كون صبت سنيوة أقل من هذه كون راح نديرها لكم. أنا هذه ليستة صغيرة تاع 25 على 25. نبداو نقولوا بسم الله. هنا أول حاجة هنايا شوفوا البنات هذا السميد، دروك نفهم لكم حاجة، هذا السميد أنا شريته بالكيلو، يعني ماشي بهذوك الشكيورات تاع كيلو ولا زوج، لا لا تاع الميزان. بصح كاينه ملاحظه، هذا ماهوش هو هذاك تاع 100% تاع القلب اللوز، هذا الخشن بصح ماشي ذاك اللي يجي خشين 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 كيما الحبه تاع الطعام، لا لا بصح هذا النتيجه تاعو خرجت لي روعه روعه في ذا القلب اللوز. يعني اذا كانت النتيجه تاع المنتوج تاعك مليحه سي با لا بان تحوسي على حاجه واحده اخرى. انا باسكو الاخر ما صدتوش هذا تقدروا تصيبوه من في ذوك الشكيوره تاع كيلو تاع زوج كيلو، يعني عادي جدا ماشي مشكل. هنا دروك تفهموا حاجه، هنايا شوفوا هذه سنيوه ادات لي ربعه من هذو الكيسان تاع 220 مليلتر، هذو ربعه من هذو الكيسان. الجماعه تاع الحساب كي وزنتو في هذا الكاس وزنتو عطاني 150 غرام، يعني حندير ربعه كيسان، يعني ربعه في 150 غرام معناته 600 غرام تاع السميد. ها هو هذا السميد اللي قلت لكم عليه 600 غرام راح نحطهم هنايا باش نفهم لكم على اي اساس انا حسبت هذا ربع كيسان. تقولوا لي حبيبتي الي انا ربع كيسان موالف نديروها في السنيوه تاع 30 على 40، لا لا خواتاتي هذا النوع تاع السميد 25 على 25. ودروك تشوفوا النتيجه، انا نقول لكم باللي النتيجه ابهرتني 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 صراحه. ها هو الكاس الاول بسم الله، شوفوا هنا الكاس الاول نقولوا بسم الله، نزيدوا له هنا الكاس الزوج. ها هو خواتاتي ها هو هنا الكاس الزاوج، نتابعو هنا الكاس الزاوج، نزيدو له هنايا نزيدو هنايا الكاس، ها هو هنا نعمرو هنا الكاس الثالث. أنا نقولكم شريت السميد هذاك تاع الكيلو، ها هو الكاس الثالث، ها الكاس الثالث، نزيدو له هنا الكاس الرابع. راني نخدم معاكم حبة حبة. ها هو هنايا الكاس الرابع، هذا الكاس الرابع بالكيسان، رانا ربع كيسان تاع سميد سنيوة تاع 25 على 25، ربع كيسان سميد بالغرامات 600 غرام سميد. السكر نعاودو هنا بسم الله باش تشوفوا كلش بعينيكم. ها هو الميزان، السكر هانا شوف نرجعو للزيرو، السكر كاس ونص، عمرتو بزاف عمرتو ها كاس، شوفوا شحال ها هو الكاس وها هو النص، شوفوا كاس ونص شوفوا 300 غرام، أنا طاحت لي هنا 328 يعني ما فيهاش إشكال. هذا ثاني اللي طاح لي، حاجة نحو شوية من هذه ها أنا هكذا شوفوا، يعني طاحت لنا 600 غرام تاع السميد اللي هما ربع كيسان وكاس ونص تاع السكر اللي هما 300، يعني نصف كمية السميد بالغرامات، ماشي زوج كيسان سكر، ماشي ربع كيسان فارينة وزوج كيسان سكر، لا لا طيح لنا ربع كيسان سميد البنات ماشي فارينه، ربع كيسان سميد بكاس ونص تاع سكر وبالغرامات 600 غرام سميد و 300 غرام سكر. دروك نخلطوه معاه، دروك شوفوا واش ندير صاي البنات هكذا باش تفهموني. هنايا دروك شنديرو صاي، جبنا هنايا
اي ما قبل ما نبداو شوفوا راه على قلت لكم هذا هو. شوفوا هنايا ها هو كي ندخلوا هنا صبعنا شوفوا لهنايا عند هذا شوفوا لهنا تقريبا 1 سنتيمتر ها راكم فاهمين دروك هذا خلاص ماناش محتاجين الميزان نجيبوا الريسيبيون تاعنا شوفوا هنا اش نديروا نحطوا هذاك راني معاكم حبه حبه البنات نزيدوا معاها هذاك السكر شوفوني هنايا مليح ها هو السكر تاعنا باش تفهموني برك مليح مليح ها هو السكر تاعنا خلطوه هنايا كي نقول لكم ني ميكسور ني برا ميكسور ني باتور غير بيديك شوفي غير هكذا دونك شنو نديرو نروحو نجيبو البنات هنايا ها هو غير هنا غير هنا باش نفهم لكم نص كاس زيت في نفس الكاسة شوفوا البنات نص كاس زيت نص كاس زيت ها ها هو البنات هذاك الكاس بنفس الكاس اللي كيلت لكم به ها هو الزيت تاعنا انتبهوا ليا ومن بعد هنا واش انا راح ندير المزهر كاس غير بوغ مزهر ها كاس غير بوغ مزهر شوف واش راني راح ندير كي قلت لكم قلب الوسط على 5 دقائق انا ديت الوقت تاع الشرح وما انا كي نجبدهم 5 دقائق شوفوا البنات شندير ها ها هو نخلطوه كامل ها هي البنات كي نقول لكم باللي خلعتني النتيجه تاعو خلعتني النتيجه تاعو ما توندي با غير باليد لا باتور لا بيترين والو والو غير بيدي ها شوفوا البنات انا ندخل هذا شوف كاين اللي يقول لك يبات 24 ساعه ومن بعد تخليه ذاك الاول اللي كنت نديرو نخليه 12 ساعه ومن بعد نزيد نبيتو ومن بعد هذا فريمون فريمون خلعتني خلعتني النتيجه يعني روعه 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 كاع شان نشكرو كاع شان نشكرو يا البنات ما نوفيش حقه شوفوا دروك شان ندير نروح نجيب هذاك النص هذاك نديرو شوفوا شان ندير هنا ندخلو فيه قلت لكم ها هو ومن بعد ها نكمل كامل الكميه شوفوا دوك تشوفوا على واش راح نتحصل تبداو ديروا هكذا شوفوا تبداو تخلطوا هكا بيديكم 5 دقائق برك شوفوا هكذا غير بيديكم شوفوا قال لك ما تعجهن قال لك خدموا كيما المقروط يا والمقروط هما محروه ها ها شوفوا حتى تشوفوا كي شغل العسل في يديكم دروك نوريكم كيف ها البنات شوفوا ها دروك نوريكم الطريقة كاملة ربع كيسان سميد كاس ونص سكر نص كاس زيت كاس غير بوع مزهر على هذا المزهر تاعنا ماهوش كي شغل خفيف لا عندكم مزهر قوي يعني ديروا شوية ما وشوية مزهر كاس غير بوع عمره بين الماء والمزهر شوفوا البنات هانية مانيش نسرع راني نوريكم شنو راني ندير هاهو البنات شوفوا ها سمحوا لي هذا الصوت تاع هاني في الكوزينه راني نطيب راني مع الطياب وراني نوريكم قلت ندير لكم ان شاء الله قبل رمضان باش تروحوا تجربوه في سنيوه صغيره يعني مسكينه اللي ما تقدرش ولا روحوا جربوه البنات ما تنساونيش برك بدعوه الخير ها هو البنات شوف شوفوا البنات كيفاش رجعت شوف ها هو البنات 5 دقائق ها نقول لكم 5 دقائق 5 دقائق يعني مانيش لا لا ما تخلطوش هكذا ني ميكسور ني ما عندهاش كاين اللي ما عندهاش ميكسور كاين مسكينه اللي ما عندهاش باتور كاين مسكينه مع كل شيء راهو طلع الواحد اوموا يدير سنيوه كيما هكا للدار يربح شويه مصروف مع كل شيء راهو زاد الله يجعل خير منا رمضان واش راهم معولين يديروا لنا ها هي ها هي ها هو البنات كي نقول لكم 5 دقائق انا قلت لكم 5 دقائق البنات ها ها هو البنات شوفوا شوفوا كيفاش رجع شوفوا كي نديرو هكا في يديا ها مقادير مضبوطه ها نقدم لكم ها شفتوا كيفاش تعسل ها الولو غير 5 دقائق كاع ما تحيروش فيها شوفوا كيفاش رجع دروك شوفوا شايفين كيفاش رجع كملنا الخدمه ها هي البنات ها هي خدمتنا كملناها دروك نوريكم شنو نديرو نحو هنا نجيبو سنيوة تاعنا نعاود البنات 25 على 25 هاي شندير هنايا
نجيب شويه زيت ها شويه زيت بالزيت لا السمن لا والو شويه زيت غير هكذا ها انا ندير شويه بالزايد نرجعو هنايا غير بس برك ما نمسح السنيوه ها ماشي لازم نكفر ها هو البنات ها هو الزيت تاعنا دروك شنو ندير هذاك كلشي قلت لكم باليد ها هو البنات شوفوا ها ها هو نعاود نحطو هنا ها هو البنات ها هو القنبلوس تاعنا غير بيدينا ها وملاحظة ما درتلو لا سمن ما درتلو حتى حاجة أجني بيديك ما تخافيه ما في حتى حاجة هنا تقدري تصقميه بالكوبات أنا راني نخدم هنا في الكوزينة مانيش في الورشة الكوبات راهي لتحت باش نهبط راني عاجزة ها هنا يا برك ها شوفوا البنات نحاول ها نصقمو غير هكذا ها شوفوا كم شايفين ها نحاول نجيبو منا باش تفهمو مليح نصقمو هنا كامل في الاطراف نحاقو نبقو واش ندير وهنايا عاودو ندو نقسمو غير هكا يعني راك تشوفوا بيخرج لنا 9 هنايا ها هي البنات هنايا باش تخرج لنا هنايا 9 قطع شوفوا البنات في 5 دقائق ها هو دروك نديه فرن دروك نفهم لكم حاجه الفرن تاعو كيفاش داير الفرن ندوه فرن 200 درجه في الوسط نطيبوه حتى نشوفوا هنا تحمر وهنا ثاني بدا يتحمر مليح ماشي فقط الاطراف لانه هذو السنيوات انا المره اللي فاتت طاب لي منا انا رحت شعلت له من الفوق وحمرته يعني ما عطيتلوش وقت عطيتلو غير 41 دقيقه من تحت ما حمرليش مليح هو القلبلوز يحب يكون حمر من تحت رايح كي شغل ما محروق دروك هنا اش ديروا كي تشوفوه تحمر هنا استناو حتى الوجه بلا ما نشعلوه من الفوق تحسوا بلي الوجه الثاني بدا يتحمر كي يبدا يتحمر الوجه طفوه من تحت وتزيدوا تشعلوه من الفوق حتى يتحمر ديك التحميره الشابه شوفوا القلبلوز ماشي محروق كي يتحمر مليح القلبلوز يجي هكا انا وحده من الناس نحب ذوك لي كوتي اللي يجوا منا طايبين بزاف 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 هذا دروك قلت لكم ندوه 200 درجه نخلوه يطيب كي يتحمر منا والوجه ثاني يزيد يتحمر نطفولو ونشعلوه واحد 5 دقائق كي يتحمر منا نجيبوه هو ساخن 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 جدا نقيسوا عليه الشربات اللي تجي بارده وهنا ملاحظه مهمه جدا في الشربات البنات هنا الشربات تاعو لازم تنتبهوا لواحد الملاحظه الشربات هذا انا درنا فيه ربع كيسان سميد يدي 3 كيسان فقط تاع الشربات 3 هو فيه 4 يدي 3 كيسان تاع الشربات دروك نديها الفرن وتقدموا لكم بقيه المراحل بالنسبه للشربات هنا نعمروا 2 كيسان تاع سكر بسم الله الكاس الاول وكاين بزاف يقول لك باللي قلب اللوز يجي حلو بزاف هذا هو الكاس الاول تاع الماء هذا الكاس الثاني تاع الماء الكاس الثالث الكاس الرابع نحطوه على النار نحسبولو بعد الغليان ربع ساعة لازم يرجع 3 كيسان انتبهنا نخلوه ربع ساعة فوق النار بعد الغليان هنا نحاولو ما نساوش هذه الليمونة نخلطوه كامل وندوه فوق النار نخلوه 15 دقيقة نحسبولو بعد الغليان هنا كما راكم شايفين هنا بعد هذا الغليان نبداو نحسبو 15 دقيقه
هذه هي المرحلة المهمة. وهنايا اديتو للفرن كما راكم شايفين، راني نوريكم هنا الاطراف، شوفوا كيفاش تحمر وبدا يتحمر من الفوق. هنا هذه المرحلة شوفوا ما تشقق، ما صرالو يعني حتى حاجة من ذوك اللي كان الكوارث اللي كانت تحدث على قلب اللوز، ما تشقق، ما تغير الشكل تاعو. شوفوا ذوك الخطوط بقات هي هي، يعني المراحل كامل اللي كنا نحوسوها تاع النجاح 200% هذا القلب اللوز راح يعطيها لكم ان شاء الله. شوفوا مازال راهو الطري مازال ما شربتوش. هنا راني تحصلت على الشربات، هنا شوفوا البنات الشربات شحال تحصلت بعد الغليان. ملاحظه لازم الشربات تكون بارده والقلب اللوز يكون سخون سخون سخون. هنا تحصلت على زوج كيسان ونص تاع الشربات، شوفوا زوج كيسان ونص تاع الشربات، راح نزيد لها نص كاس تاع مزهر يتشرب بثلث كيسان حساب حساب حساب. هذا السميد البنات هذا ماشي شيشه، هذا الخشن اللي نقدروا نشوه تاع شكاره تاع كيلو تاع زوجه. هذه فقط ملاحظه، ها هو الكاس الثالث، هذا ثلث كيسان راهو بارد. استمعوا الان للصوت، هنا هنايا كملنا كامل هذيك الشربات ثلث كيسان حساب البنات. ومن بعد نغطيها ونخليها بعد ساعه يوجد، بعد ساعة، لكن أنا دائما نخليه ساعتين ولا ثلاثة نديره مقبل باش يزيد يريح أكثر وأكثر، لكن بعد ساعة يكون ريح تماما. لكن كل ما تزيدوا له ساعتين ولا ثلاثة تقدروا تاكلوه، يعني هذا ماشي تبيتوه ليلة. شوفوا هنا الطراوة تاعو، شوفوا هنا النتيجة تاع الطراوة تاعو، ما تشققليش. تو موالف هذاك اللي يتشقق باسكو طريقة العمل غير صحيحة، المقادير ماهيش مليحة. شوفوا هنا كيفاش راهو معسل، على العسل تاعنا خلينا له وقت، ماشي كيما كانوا يقولوا لكم خمس دقائق فوق النار، العسل راهو باين عسل. شوفوا كيفاش تبان معسلة البنات، والله والله يا النتيجة كون ما جاتش مليحة هكذا ما نحطها لكم في القناة. يعني قالكم عارفين بلي أنا دائما نقول لكم أنا راني عارفة بلي كاين نسا كيلو تاع سكر تدي من وتدي من باش تشري كيلو تاع سكر لدارها. هذا البنات تجربوه، عطيته لكم بسنيوه تاع 25 على 25 باش تجربوه هذو الايامات، على حطيته لكم في هذا الشهر تاع جونفي باش تجربوه هذو الايامات، باش ان شاء الله من الافريل تكون ان شاء الله النتيجه عندكم مضمونه وتكون عندكم. ما تبداوش كاش تنقصي على جيبك، كل شيء راهو يزيد، كل شيء راهو غالي. ان شاء الله يا ربي تفرحي به، تفرحوا به العائله تاعكم، الاهل تاعكم كامل يفرحوا به، النتيجه تاعو البنات. تبعوني فقط واش قلت لكم، انا ما خدمتوش بالتشيشه يا البنات، خدمته بالخشن اللي شريته تاع الكيلو. انتبهوا لي برك، هذه الملاحظه اللي راني يعني نقولها ونعاودها. ها هي البنات شوفوا كيفاش البنه تاعو. صراحه انا الزوج تاعي يحب القلب اللوز، قال لي هذا من انجح القلب اللوز اللي درتيهم. كنت ندير هذاك الاول لكن كان يقعد 24 ساعه لازم يريح، راني يعني درت لكم في القناه، لكن هذا خير منهم مليون مره، يعني في كل شيء، في السرعه، في النتيجه النهائيه. ان شاء الله البنات يكون عجبكم، جربوه ذو الايامات البنات، جربوه ان شاء الله في هذه السنيوه تاع 25 على 25 بهذه المقادير، ما تخلطوش على روحكم المقادير وان شاء الله راح تنجحوا فيه. شوفوا البنات مقادير ماشي داك اللي يجي كيما نقولوا حنا بالقبيليه يبربر، يعني فيه قوي الشربات مشرب حتى وين خلاص يبدا وحده هكا سايل، يبدا وحده هكذا، ماشي كاع ما نكذبش عليكم. هذا شوفوا مقادير تاع الشربات مضبوطه، مقادير تاع السكر مضبوطه، المقادير يعني ما فيه حتى حاجه، يعني كل شيء عطيته لكم حساب. ان شاء الله البنات تجربوه وتنجحوا فيه، فرحوني فرحوني بتعليقاتكم، راني نستنى في تعليقاتكم البنات. صراحه صراحه راني فرحانه به بزاف، وان شاء الله انتم تزيدوا تفرحوني بتعليقاتكم. نقول لك حبيبتي دمتي متالقه، جرى كتله هنا التلويث ارتفيليس.